من إطحاب الشبكة إجرامية تكون من 5 أشخاص من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم بين 27 و 39 سنة من بينهم مسبوقين قضائيين متورطون في قضية سرقة بالكسر من داخل إدارة مصلحة التخطيط والتعمير لبلدية وهام، كذا سرقة دراجة نارية من الحجم الكبير مع توافر ظرف الليل التعدد وخرق حظر التجوال المفروض في ظل انتشار وباء كورونا. هذه العملية جاءت بعد الشكوى التي أودعها مسؤول المصلحة لدى مصالح شطب الأمن الحضري الخامس.